المشكل عندنا القنطره مع 8 الصباح ومع 12 ومع 6 العشيه، ما يفوق عن ساعه كتبقى واقف، ما تلقى منين تدوز، لا مواطر لا بيكالات لا راجلين. وهذا كنا كنعرفوا حنايا هذا الممر كان كيدوز غير الماء، غير ديال الفيضان كيدوز غير الماء. ودابا ولا داروا هنا طريق، هو ماشي طريق، كان ممر ديال الفيضانات. الاول كانوا يديروا هندسه قبل ما يجي المشروع هنا، كانوا يديروا الطريق هي الاولى. هذيك القنطره راه فين داروا ديك الحمراء، هذيك ما خداماش قليل، كاين من واحد ولا جوج. هنا فين كاين الضغط، اكثر الضغط كاين هنا. كنعانيوا مشكل كبير من هذه القنطره، مشكل حقيقي، ماشي مشكلة عادي، ماشي مشكل اللي تقدر تصبر عليه. انا دابا كتشوف كاين هذه القنطره، دابا الدراري كيخرجوا من المدرسه وعباد الله كتجي من الخدمه، كنلقاو مشكل كبير باش نقطعوا على رجلك، على بيكال، على اي حاجه ما تقدرش تقطع. اما اللي عنده وليداتو كيقطع، وليداتو كيقراو، ما يقدرش يوصلهم هنا. الطاكسي كيحطهم اللي جيت المسجد وهما كيكملوا على رجليهم، هادو الناس اللي صحاح. اما الناس اللي مراد كيجيبهم الطاكسي كيحطهم لهيه، كيفاش غيوصل هنا الله اعلم. كيفاش مرا كبيره كتجي من السبيطار كيحطها طاكسي لهيه، كيفاش كطرا هنا؟ حنا في هاد الوقيته كنطلبوا من المسؤولين الله يرحم الوالدين. حنا عارفين الظروف شويه صعيبه، ولكن هاد القنطره ضروري خصو يدير لها شي حل، ضروري خصو يدير لها شي حل، لان الناس كتعاني هنا بزاف. والامن شويه ناقص، هو كاين الامن ولكن الامن داكشي اللي بغينا ما كاينش هنا. دابا انا خارج كنلقى واحد السيده هازه وليدات ديالها جايبها من المدرسه، هي دخلت مول حاشاكم كروسه عنده حمار، دخل من لهيه رجع زنقه، رجع زنقه اللي فيها شي 6 طوموبيلات ولا 7، رجعهم حتى دازوا. علاش؟ ما كاينش اللي يقدر يدوي معاه، ما كاينش اللي يقدر يردعو، هو في حاله في غيبوبه، بمعنى انه الهلواسه دايره في غيبوبه. السيده بولادها تبقى فك حشومه، خاص شويه الامن وخاص شويه النظام. سيدي لعيب هاد القنطره هادي، راه زعما راه بزاف والله. يعني الانسان دابا عندك كيدوز الراجلين، يدوز صحاب الطوموبيلات، يدوز صحاب السمكه، صحاب الكرارس، صحاب التريبورتور، الدراري الصغار، المدرسه، كلشي كيدوز من هاد القنطره، كلشي كلشي، لا الراجلين ولا صحاب الطوموبيلات لا الكرارس لا. وزعما راه هادشي راه بيزار والله، هادشي راه بزاف والله. كنعانيو بزاف، قلت لك كنخرجوا من الخدمه، تتخرج مع الخمسه وكتجي باش تجي ترتاح، كتولي جالس ساعه ساعه الا ربع، كتبقى جالسه هنا حدا القنطره، يعني راه ما كدوش لداركم على ساعه ساعه الا ربع. وكنطلب المسؤولين يديروا شي حل لهذا المشروع، راه كيعاني سيرتو هذا الطريق بزاف كاع. هذه القنطره هذه راه ديما من الساكنه ديال المشروع، ديما عندنا هذه المشاكل هذه اخويا، ديما يومين في الشاف، وخصوصا الشهر كتكون المشاكل عندنا خطيره ما اكثر من الشيء هذا. اما دابا العراقيل اللي كتشوف فيها شي راه مخفف راه شويه، اما العراقيل ديال بصح غنشوفها حتى 6 ونص 7 واللور، عاد كتشوف هذه المشاكل هذه.